ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من الكتكات حتى المحطة النهائية عند محور رود الفرج اللي بيشتمل على 6 محطات، هي السودان، إمبابة، البوهي، القومية العربية، الطريق الدائري، محور رود الفرج، وده لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق اللي بيمر بيها الجزء ده واللي بتتميز بكثافة سكانية عالية. النهاردة هتبدأ وزارة التموين في صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير 2024، وبتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40 ألف منفذ بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية. النهارده هتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 بمبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه. النهارده العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 20 من عمر المسابقة، هيلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 10 ليلاً.